لكن خلينا مثلا نروح لفرنسا بعد أزمة نقص الوقود في باريس، هتلاقي إنه عدد من المشاهد موجود في باريس طابور من الانتظار لأمام طبعا محطات البنزين، لأن هناك أزمة طاقة كبيرة تواجهها فرنسا منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وبتصل الذروة بتاعتها ومشاهد الطوابير زي ما أنتم هتشوفوها في الصورة أمام محطات الوقود طويلة جدا. تتجه لإطفاء كمان الإعلانات الطرق ليلا ترشيدا لاستهلاك الكهرباء. عايزة أقول لكم حاجة عن موضوع إعلانات الطرق وبالذات في فرنسا، لأنه فرنسا يعني عندها موضوع الإعلانات ده مهم، خاصة أهم شارع عندها هو شارع الشانزليزيه. في الشارع ده هو الشارع السياحي الأول في فرنسا، وربما حتى الميزانية السياحية في الموازنة، حتى في موازنة فرنسا هذا الشارع، لأنه أنت بتعتمد عليه، هو الشارع رقم واحد في أوروبا اللي بيحقق نسبة سياحة عالية جدا، ووجوده أنه هو منور، إعلاناته منورة وشكله منور، ده طبعا بيدي انتعاش كبير جدا. لكن لما تصل انك هتبدا ترشد الاعلانات وترشد من الكهرباء والاضواء، معناها ان انت امام حقيقي ازمات كبيره وكثيره، وده مش بس موجود في فرنسا، ده بقى موجود في العالم، يعني عواصم اوروبيه كثيره بدات تعمل هذا الترشيد، ويقال بانه في اوروبا في خلال يعني فتره الشتاء ان شاء الله اللي هتبدا خلاص، ربما بدات، انتوا عارفين اوروبا خلاص يعني الخريف تقريبا موجود والشتاء على الابواب، فعلا هيبداوا فعلا في ترشيد الكهرباء، وهيبداوا انه الكهرباء ما تبقاش موجوده طول فتره اليوم، هيبقى في فترات فيها انقطاع للكهرباء، وطبعا دي بتسبب مشكله كبيره جدا، لكن هو ده الحل أمام كل المشاكل والتضخم اللي انتوا شايفينه سواء في بريطانيا أو في باريس. تعالوا نبدأ بباريس ونشوف كمان الموقف عامل ازاي، وخلينا نروح لمراسلنا في الأهرام ويكلي الأستاذ باسل عويديدات. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا وسهلا بك أستاذ باسل. يعني خلينا النهاردة وإحنا بنتكلم وإحنا بنلتقي معك عبر الزوم، عايز أعرف من حضرتك الموقف، يعني موقف التضخم اللي موجود في فرنسا، ارتفاع طبعا الأسعار الخاصة بالغذاء، وأيضا بالنسبة لترشيد الكهرباء وخاصة في الإعلانات، وأتحدث هنا أيضا على الشارع الأشهر في باريس الشانزليزيه. نعم يا سيدتي، كما ذكرتي التضخم وصل إلى مستويات قياسية لم تشهدها فرنسا وأوروبا أيضا بشكل عام منذ عقود، وصلت إلى مستويات كما ذكرت في بريطانيا أكثر من 10%، وفي ألمانيا وفي فرنسا أيضا. في فرنسا ربما في شهر سبتمبر فقط توقفت هذه الزيادة، لم تزد، لأن الحكومة حاولت أن تتدخل بكل الوسائل لإيقاف هذا التضخم، نجحت في تجميده، لكن يبدو أن هذا التجميد هو مؤقت ربما لشهر سبتمبر فقط. حاليا تعاني ليس فقط الحكومة بل كل الفرنسيين يعانون حقيقة من مشكلة عدم توفر الطاقة، وأعني بذلك محطات الوقود والغاز وملحقاتها. هناك طوابير طويلة جدا، أحيانا في بعض المدن المكتظة جدا تصل إلى كيلومترات التي تنتظر أمام محطات الوقود، إلى 2 و3 كيلومتر، وهذا وبدأ الفرنسيون، وهذا أمر غير وارد لدى الفرنسيين أساسا، بدأوا ينتظرون إلى ساعات متأخرة من الليل ما بعد منتصف الليل كي يذهبوا إلى محطات الوقود، عسى على أن تكون تلك الطوابير أقل ولم يستطيعوا الحصول على ما يريدون. أكيد يعني أستاذ باسل، هذا المشهد يمكن اللي احنا شايفينه بتاع الوقود ربما شهدته مصر يمكن فترة حكم الإخوان، يعني هذا المشهد لا نتمنى أن نشاهده أصلا. ولكن خليني برضو أروح مع حضرتك بالنسبة لي يعني ما يحدث في باريس، وما هي التدابير اللي هيتم اتباعها خاصة مع بداية فصل الشتاء؟ يعني كلمني عن، يعني بدأنا نسمع عن البيع للفحم وبيع للأخشاب على عشان التدفئة، كلمني عن التدابير الأسرية، ماذا يقول المواطن الفرنسي في الشارع؟ حقيقة المواطن الفرنسي أولا يقف حائرا من جهة، ويقف خائفا من جهة أخرى، خائفا إلى أين ستصل هذه الأزمة، هل سيضطر بالفعل، تحاول الحكومة أن تطمئن الناس، الشهر الماضي حاولت أن تطمئنهم إلى أنها أعلنت أنها ستبدأ مرحلة التقنين، تقنين الكهرباء،
لكنها طمأنت المواطنين أن هذا التقنين سيشمل المؤسسات الصناعية وليست المواطنين بشكل مباشر. سيكون تمام. هناك تقليص أو قطع كهرباء عن تلك المؤسسات لساعات محددة يوميا، لكن بتوالي تلك المتوالية من الأزمات لم يعد أحد يثق بأن فعلا الحكومة ستستطيع أن تمنع التقنين عن المنازل. ارتفاع الأسعار أو حرب الطاقة العالمية التي تحدث هذا أكيد. أثرت كثيرا على أوروبا وفرنسا، ومن ثم أتى بعدها المطالب التي بدأتها النقابات، مطالب بتخفيض الأسعار، مطالب برفع الأجور، مطالب بتخفيض سن التقاعد، مطالب كثير طيب من المطالب. تمام تمام أستاذ باسل، تمام. خليني برضو أرجع مع حضرتك. هذه أزمة على أزمة. تمام، خليني أرجع مع حضرتك. وإحنا نتحدث عن فرنسا، فإحنا عارفين أنه منطقة اليورو بما فيها فرنسا هناك تضخم أكثر من 6%. كلمني عن الأسعار، يعني كلمني عن رغيف العيش، الباجيت الفرنساوي، يعني إزاي ارتفع إزاي، لأن كمان عندنا مشكلة قمح. كلمني مثلا عن يعني المواطن ماذا يفعل تجاه كل هذه الارتفاعات الخاصة بالأسعار، وما دور أيضا الحكومة الفرنسية هنا؟ اليومي تقريبا لا تخلو جلسة أو اجتماع أو في العمل أو بين الجيران حتى لا يخلو من الحديث عن هذا الموضوع. بالنسبة للباجيت كما ذكرتي، الخبز تحديدا، هناك سيطرة كبيرة من الدولة ودعم كبير عليه، ولكن مع هذا ومع كل هذا ارتفع ثمنه، ارتفع من تقريبا 90 سنتيم الى اورو او اورو وبضع سنتيمات، هذا يعني على الاقل ارتفع 10%. هذا الخبز الذي تسعى الدولة ان لا يزيد سعره، لكن بقية السلع بالفعل ارتفعت من 20 الى 40%، وبعض السلع أكثر من ذلك، بعض السلع الاستهلاكية ارتفعت أكثر من 40%، وهذا أثر بشكل مباشر على كل الأسر الفرنسية بدون استثناء. أصبح الفرنسيون يخافون أن تستمر تلك الزيادة في الأسعار، الأسعار اليومية، أسعار الخضار والفواكه والطعام وكل الاحتياجات اليومية. المشكلة ليست الكماليات التي زادت أسعارها، بل كل شيء. يخشى الفرنسيون أن تصل إلى مرحلة لا يستطيعوا تأمينها من خلال دخلهم. بالنهاية الدخل أكيد. واحد، والدولة لا تزيد الدخل إلا بعد معاناة طويلة حتى تزيد الدخل، وتزيده بنسب مجهرية، بنسب صغيرة جدا، 2 و3 و4% أكيد. أكيد. لكن الأسعار أستاذ باسل أنا بنسبة. كمان تمام يا أستاذ باسل، يعني أنا كده فهمت من حضرتك إنه يعني حصل زيادة بالنسبة للرغيف أو الباجيت الفرنساوي زي ما بنقول 10%. لو أنا بتكلم ليه أنا بسألك عن الأسعار، لأنه برضو إحنا عايزين نعرف كيف يتعامل المواطن الفرنسي تجاه هذه الزيادة في الأسعار. يعني مثلا زاد كم يورو مثلا اللحم أو الدواجن أو الخضروات، النسبة قد إيه؟ يعني 10% بالنسبة للخبز والمخبوزات وهي شيء رئيسي جدا في الشارع الفرنسي، لكن بالنسبة للباقي يعني بنتكلم على البروتين، الخضار، اللحمة، الزيادة نسبتها قد إيه؟ نعم، هي زادت بنسبة بين 25 إلى 30%، وقد يكون أكثر من ذلك ببعض المدن كباريس مثلا. باريس إذن هي زيادة أعلى من الزيادة الخاصة بالخبز، إذن من 25-30% زيادة الدواجن واللحوم والخضروات والفواكه والخضروات. صحيح، هذا صحيح، أكثر من 30 25 إلى 30%، وفي باريس ربما أكثر من ذلك. والمشكل أيضا أن الفرنسيين بالفعل بدأوا يحسبون ما هم بالأساس الشعب الفرنسي، وربما كل الأوروبيين هم منظمون، دائما يضعون ميزانية مسبقة لكل شهر ولكل أسبوع، ويحاولوا أن يأقلموا نفسهم معها، لكن الآن بدأوا يقلصوا من تلك الميزانية بشكل واضح، ولا يخجلون من أن يقولوا ذلك. هم طبعا لديهم هذا الأمر طبيعي، يعني يتحدثوا به، لا يخجلون أن يقولوا نعم نحن بدأنا نقلص من استهلاكنا، نحن بدأنا نبحث عن البدائل، نحن بدأنا نبحث عن
منافذ البيع الأرخص، هناك طبعا مستويات لمنافذ البيع، أقصد طبعا السوبر ماركتات وإلى آخره. هل هناك شكل من أشكال الأماكن الأرخص سعرا؟ يعني مثلا احنا عندنا في مصر مبادرات خاصة جدا بالخاصة بالناس الأقل، أنه يكون في مبادرات ليهم في أسعار أقل، معارض، شكل من هذه الأشكال حتى تساعد الناس في الأزمات. هل هذا الشكل موجود في الشارع الفرنسي أو بدأ يبقى موجود، أنه يبقى في محال أو بعض المعارض الأقل سعرا بالنسبة لي أيضا المواطن اللي دخله أقل؟ نعم، حقيقة هذا الأمر بدأ من سنوات وليس الآن تماما، بدأ مع هذه الأزمة. منذ سنوات بدأت تنتشر منافذ بيع رخيصة الثمن، طبعا هذا يتناسب مع أيضا الكواليتي، النوعية طبعًا. أقل قليلا والسعر أقل، لكن يعني ده بيقدم لمحدودي الدخل، يعني بيساعد محدودي الدخل. ولاقت إقبال شديد عليها، لأن هناك نسبة كبيرة من محدودي الدخل، نسبة كبيرة من الفرنسيين طبعًا. نسبة كبيرة جدا لديهم الحد الأدنى من الدخل. طيب خليني أرجع مع حضرتك ونتكلم على، يعني لو بنتكلم في باريس عن الشانزليزيه، طبعا الشانزليزيه لا يعني المواطن الفرنسي، ده للزائرين للسائحين، هي منطقة سياحية بالدرجة الأولى. النهاردة كده في بعض العناوين بتقول ترشيد الإعلانات والإضاءة اللي موجودة. كلنا نعلم بأن الشانزليزيه ابتداء من نهاية الشهر المقبل في نوفمبر بيبدأ الزينة الخاصة بأعياد الميلاد والكريسماس. كيف ستتعامل الحكومة مع هذه الميزانية اللي دايما بترصد لهذا الشارع من أجل السياحة؟ هل هيتم تخفيضها أم هتفضل موجودة علشان أيضا الاقتصاد يفضل في نسبة وتناسب؟ يعني أنت ضربتي على الوتر الحساس. الشانزليزيه هو رمز وطني بالنهاية ضمن عدة رموز أخرى، يعني تسعى فرنسا ويسعى الفرنسيون ان تبقى هذه الرموز براقه دائما، يعني وليس ولا ان تفقد بهجتها. ربما اخر من سيتاثر هو هذا الشارع بالذات، يعني لكن مساله ان يخفض الكهرباء عن شوارع مثلا، نعم بدا ذلك بالفعل، بدا بين الشوارع بين المدن كانت دائما منارة، كل الشوارع في باريس، الأوتوروتات والأوتوسترادات والأوتوبانات كلها منارة على ما يعني في خلال الليل. الآن بدأ بعضها الأقل ارتيادا بدأ يطفئ في الليل لتوفير الكهرباء. أكيد. هل نفس الحال أستاذ باسل سينطبق على توريفيل؟ يعني برج إيفل إحنا عارفينه، أو توريفيل زي ما بتسموه، دايما بيبقى منور بالذات في الاحتفالات، في نور بشكل معين. هل أيضا هيتم تخفيض الأنوار على توريفيل أو برج إيفل؟ أعتقد يمكن أن يحدث ذلك، لكن كآخر سام، يعني كآخر مرحلة أو آخر خطوة. قبل ذلك هناك خطوات أخرى أعتقد أن الفرنسيين سيشهدوها في الفترة القادمة. مسألة ربما التقنين التي تطال المنازل، هذه مسألة خطيرة بالنسبة لهم، وربما تطال التقنين تخفيض الكهرباء في الكثير من الشوارع، وهذا يحدث، بدأ يحدث الآن الشوارع داخل المدن، أيضا داخل باريس بدأت بعض الشوارع في مراحل في أوقات متأخرة بالليل بعد الساعة الثانية ليلا مثلا بدأت تطفئ هذه البضع ساعات، الساعتين أو ثلاث ساعات الأخيرة من الليل. وأعتقد مسألة النويل أو مسألة كريسماس، أعياد الميلاد التي ستأتي بعد ستبدأ بعد حوالي شهر ونيف شهر ونصف، أعتقد جازما أنها ستتأثر بهذه الأزمة دون شك. سيكون هناك تقليص لن تنتهي، من الصعب أن تنتهي، لأن هذا تقليد وطني كل الفرنسيين يحتفلون به، يهم كل العالم. أكيد. عيد بالنسبة لهم بالنهاية، كما كل الأعياد لدى العرب والشعوب المشرق. أكيد. هذا عيد بالنسبة لهم، لا أعتقد أنه سيلغى أو يتأثر أو ينتهي، لا، لكن سيكون هناك تقنين بدون شك، سيكون هناك تقليص حجم الإنارة. يعني إذن كده
تمام، إذا كده الخلاصة بأن هناك التقليل بشكل عام هو المتبع سيكون في الأيام المقبلة حتى يعني تمر هذه الأزمة وتمر هذه الأزمة الاقتصادية على العالم بأكمل. آخر سؤال لحضرتك سريعا، أكيد متابعين طبعا في أوروبا خبر استقالة رئيسة وزراء بريطانيا، وأنا شفت بعض العناوين أيضا والرئيس ماكرون اللي كان بيتمنى دايما الاستقرار بريطانيا وانه يتعاملوا باذن الله مع المنتخب الجديد كرئيس وزراء، ما اهم العناوين التي جاءت اليوم؟ في حقيقه الامر هم العلاقه بين فرنسا وانجلترا وعلاقه شديده القرب وشديده الصله، والاخبار المحليه حتى البريطانية التي تحدث في بريطانيا غالبا ان تنشر في وسائل الاعلام الفرنسيه، لان هناك كما قلت تقارب شديد بين البلدين. طبعا كل وسائل الاعلام اشارت الى هذه الاستقاله، واشارت الى ان اسباب هذه الاستقاله اوعزت السبب بهذه الاستقاله الى مشاكل اقتصاديه، وحاولت ان تحذر ايضا من ان فرنسا ليست بمنع عن هكذا مسائل، ولكن ربما بطريقه اخرى. فهناك قريبا في فرنسا تمرير للميزانيه، وربما جزء كبير من هذه التظاهرات التي تخرج من أجل الاحتجاج على هذه الميزانية التي يحاول ماكرون الآن تمريرها. هذا استحقاق قد يؤثر على الحكومة سلبا أو قد يؤدي بشكل أو آخر إلى التأثير عليها إذا لم تستطيع أن تستوعب ما يجري من تضخم، ما يجري أكيد. من مشاكل اقتصادية. أكيد يعني أنا بتفق معاك. الحال الاقتصادي مربوط مع الحال السياسي. أكيد أستاذ باسل، أنا بتفق بأنه إحنا أمام أزمات كبيرة في العالم، وأنه كل قيادة لابد أن تتعامل مع هذه الأزمات بطريقة دقيقة حتى يمر الجميع بسلام وبأقل الخسائر. أنا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي باسل عويدات مراسل الأهرام ويكلي، بشكرك شكرا جزيلا. ده كان الحال اللي موجود والتضخم الكبير اللي موجود في فرنسا واللي ما لم تشهده منذ يعني سنوات طويلة.